فطيرة البطاطا المهروسة هذه غارقة في مرق اللحم، تشبه فطائر البرجر المفضلة لدى البريطانيين. يتم إعدادها في هذا المطعم الذي يروج لفكرة جديدة في الغذاء تعبر عن حركة متنامية للأغذية النباتية، حيث يتم تقديم غذاء غني بالبروتين مصنوع من الجلوتين، وتم استبدال اللحوم في هذه المنتجات بالقمح. تتفق الفكرة مع دعوة مجموعة من العلماء في جامعات متفرقة حول العالم تدعو إلى ضرورة التحول في غذائنا إلى الاتجاه الصحيح، محذرين من أننا جميعا بحاجة إلى إجراء تغيير جذري في وجباتنا الغذائية بحلول عام 2050. لسنا الوحيدين الذين يقدمون مشورات في تطوير الأنظمة الغذائية. فمكافحة الأوبئة مثلا تحتاج لنظام غذائي سليم، أنت بحاجة لذلك والكل سواء، إن كان جسدك في ملاوي أو في مانيتوبا، وإذا كنت في البرازيل أو برمنغهام أو ألاباما. ويحدد تقرير في مجلة لانست الطبية ما قيل إنها أهداف علمية محسوبة بعناية لنظام غذائي صحي سيقلل من تغير المناخ بما يكفي لاستدامة كوكبنا. علميا يمكننا أن نقول إن لدينا نظاما غذائيا سلبيا في العالم، فهو المصدر الأساسي للوفيات السريعة والمرتفعة والموت المبكر، كما أنه السبب الرئيسي لارتفاع المخاطر البيئية. لذلك فإن نقل النظام الغذائي العالمي إلى نظام صحي ومستدام هو ضرورة مطلقة لكل من البشر والكوكب. وسيتطلب النظام الغذائي من سكان العالم خفض استهلاك اللحوم والسكر بمقدار النصف، إذ يكفي كل شخص 14 جراما من اللحوم الحمراء يوميا و500 جرام من الخضار والفاكهة.